تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. مباحثات إماراتية مصرية في أبوظبي لبحث مستجدات الساحة العربية والتحديات التي تواجه المنطقة. إيران تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضربها. الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تسلم أسرا من مقاتلي داعش إلى روسيا. محافظة شبوة اليمنية تعيش استقرارا نسبيا بعد خروج أفراد القاعدة منها. في الإمارات 71 مليار درهم قيمة صفقات اليوم الأول من معرض دبي للطيران. وفي أخبارنا الصحية، الضغوط المالية تزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية 13 ضعف. وبحسب دراسة حديثة، الأواني الزجاجية الملونة خطر على صحة الإنسان. وأخيرا في التكنولوجيا، آيباد 2018 بذات مواصفات آيفون إكس.